انه في يوم الاثنين الموافق 14/7/2014 اجتمعت لجنه التحكيم العرفيه المختاره من اصحاب النزاع التي يتشرف اهالي اسم العروض والطرفان ولجنه الصلح وجميع الحضور بحضور السيد الوزير محافظ المنيا ومن معه واهالي مركز دير مواد يهتمون به الاهتمام الشديد وذلك لإدمام المصالحات العرفية والعمل على حقن الدماء. بسم الله العظيم وحق القرآن الكريم أن احنا اصطلحنا صلح خالص من قلوبنا لوجه الله تعالى ومن الآن وصاعد نعمل على الخير لبعض ولا نعمل على الشر لبعض ولا نسمح فتنة الفتانين والله وملائكته ورسله والحاضرون يشهدون على هذا القسم والله خير الشاهدين. الرجال اللي بيسعوا الى الخير في بلد زي دي لازم البلد دي لازم تكون كلها خير، وعلينا بالعمل. كل راجل فينا وكل ست فينا وكل شاب فينا لازم يقول لنفسه انا عملت ايه للبلد وعايز منها ايه. لبلدنا لن تتقدم الا بالعمل.